السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني، جيناكم بلايف جديد. واش كاين شي واحد في هاد الجروب ولا كلشي ناعس؟ في مثل هذه الأيام المباركة، سنة 2000 موسم الدراسي 2014-2015، تعرضت لتعذيب شديد ورهيب في داخلية تكوين مهني، في داخلية الدولة، إدارة عمومية. والآن من كنمشي لشي صحافة ولا كيقول لك احنا اتصلنا بالإدارة وقالوا لنا هادشي كان ما وقعش هنا، يعني تواطؤوا وسلكوا اللي سلكوا، وقال لك يعني نطح راسك مع حد، يعني بحال اللي ما كان لا قانون لا حتى شي حاجة. في مثل هذه الأيام تم التحريض عليا وتواطؤ ضدي وتأديبي وتعنيفي بشتى الطرق، وكل الطرق ديال التأديب كانت أغلبها بعد التخدير الكلي، يعني تخدير بمواد غريبة للحد الآن ما عندي حتى شي علم عليها، بحكم أنه ما بغاش للتحليلات، مختبر التحليلات ما بغاش يدير لي التحليلات. المحكمة قالت لي غادي يدير لك الطبيب التحليلات اللي عطاو له الخبرة الطبية، ما بغاش يدير لي التحليلات، ما بغاش يبينوا واش عندي في الدم ديالي. اليوم جيت نقرأ عليكم واحد التدوينات وبعض المقال. كيف ما كتخفاش على كل شيء القضية ديالي، كاع اللي تصدوا للفساد جرت لهم نفس الطريقة ولو مختلفة واحد شوية، كاع الضحايا كان لهم نفس النهج، الاتفاق على حاجة واحدة، محاربة الفساد. يعني ملي كتحارب كتولي مهدد، يعني ناس وشبه الفساد، أحزاب، بعض الأحزاب، وإذا رفعت صوتك ضد الفساد فأنت مؤهل باش تشدك شي مصيبة كحلة ولا يلفقوا لك شي حاجة. وصلنا الرسالة لكل من يهمه الأمر، أن يسرق وطننا وبلدنا من غرباء نخاف، ليس لهم ولاء للمغرب بل لهم ولاء خارج المغرب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هناك من يريد أن تشيع الفاحشة في مجتمعنا ومحاربة قيمنا، ومن يسمحون بقيام هذا ويروجون له في أغلب الجهات. من هذا المكان أعيد مطالبة الدولة بالقصاص لي، والله ما من حق القيام بهذا من كانت الدولة تحترم أحد. إن كانت الدولة تحترم أحد نفسها وتحترم خصوصية المجتمع ودولة الحق والقانون وتحافظ على، يجب أن تتخذ قرار في هذا. إن حرمتنا لم تتخذ قرار في هذا، يعني تقول لنا أنها لن تحمينا وتحمي استقرارنا من هذا الإرهابيين، إنها لا تدافع عن حرماتنا، إنها لن تدافع عن ديننا وعن قيمنا، إنها لن تقوم بمسؤوليتنا. وإن كانت هذه المعادلة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة لله والشرعية تقوم على الحفاظ على الناس وكرامة الناس وحريتهم وأعراض وحقوقهم. مشكل ولا عندنا اللي بغى يفسد، اللي تتهيأ له جميع السبل والوسائل، وكل من يقول كلمة الحق يحارب ويعذب ويهجر ويغيب وحتى يسجن ويحارب في دينه ورزقه. وندافع
على النظام، ولذلك يجب ونحن على النظام، فلا بد للنظام كذلك أن يتحمل مسؤوليته إن كنا نحن الرعية دافعنا عنه بالغالي والنفيس، وهو يرانا ندافع كل هذا أمام عينيه ولا يتخذ خطوات، فهذا خطر على حريتنا وعلى العلاقات التي تجمع هنا من يستغل الدخ. عندي شوية بعض الكلمات تبدلت لي من بلاصتها، كما قلت لكم غادي نحاول نتمم المقال، وخا عندي وش هاكر اخترق لي الحساب ديال هاد التدوينات ديالي، ولا لحقت بحال مبدلين شوية، لحقت راني مشالي فيسبوك ومشالي كونت في اليوتيوب. التصرف: نحن بلد إسلامي ويحكمنا أمير المؤمنين والشرعية الملك في حماية ملتنا وديننا والأعراض والحرمات، ولو أن هناك خطوات إيجابية هذا حقنا عليه، هذا داخل في الدين، حقنا أن يحمينا، لا هي أحزاب، لا هي شخصيات، لا هي رؤوس أموال، لا هي قوة خارجية، هذا فرض عليه، ونحن نطالب أن يتحمل هذه المسؤولية، وأن يحمينا ويحمي الاستقرار، وحتى إن ما عندنا جد، وحتى إلى ما عندنا جهد، لكل هؤلاء المتواطئين عندنا الله، حرمة المغاربة وعزتهم فوق كل شيء، التجويع، القرايا، العراقيل والصحة، كل هذا زدتو للشرف والحرية، ما كفاكمش والكرامة، واش ما كانش اللي يحمينا في هاد البلاد، اللي عنده فلوس ولا معرفة ولا أجندة داخلية وخارجية يدير اللي يبغى، هذا لا يقبل ولا يعقل، وما نقبلوش، ما عندنا ولو غير الكلمة. كما ما كيخفاش على الأغلبية، حتى مشيت كنت نفوت، هاني هاد الناس دمروني، كنت نفوت لي كونكور في وجدة، ما تقبلتش، وكان قبلوني في شي كونكور، وكان راه نص ديال هذاك الشيء اللي جرالي ما يكونش جرالي، خلاوني يعني ما وصوا عليا باش حتى واحد ما يقبلني في الكونكورات، وخلاوني ناكل الدق. وكذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فرع الرئيس السابق، كتبت له شكاية وكتبت له تهديد بأنني يعني راني معرض بزاف الحوايج، الانتهاك العرض ديالي وبزاف الحوايج، قلت له راه كيهدوني بالمعاني ويصيفطوا لي ناس يهضروا معايا بالمعاني، وكنت نشكيلو ونبكيلو 3 6 سنوات، طيلة تلك السنوات. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما دارت والو، وبالعكس زادوا هذوك التعذيب، زاد التعذيب خطير، راه كاين في الشكايات اللي بغا صيفطو الشكايه ولا داك الشيء اللي جرالي. وكما قلت بعد ما شكيت للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، وبعد ما شكيت للشرطه ودرت شكايه لوكيل الملك في محكمه الابتدائيه في وجده، زادوا تخابروا عليا وزادوا عذبوني اكثر ما كنت معذب، كانوا معذبيني غير شويه، من مشيت انا شكيت ودرت زادوا عذبوني وزادوا طردوني من الدراسه، واش تواطؤ واش الله اعلم، وانا كنحمل المسؤوليه لهذوك الناس اللي شكيت لهم ما داروا والو. وكيقول لك الا ما درتش، الا ما شي واحد في حاله خطر راه يتحملوا القانون يتابعهم، وانا هاد الناس ما انا في حاله خطر. البوليسي كنمشي عنده وكنقول له راني تعرضت لهوش تهوش تهوش، كيقول لي غادي نعيطوا لهم حتى يكملوا الامتحان، خليهم يقراو هادي. كنقول من اللي كانوا غادي يجيفوني واحد الوقيته، وكنت فضحتهم وقلتها للناس، وهادي بقى يقول لي هو ايوا التجييف والتجييف، وكون حضروا بحال اللي وصلوا الاخبار، ولكن ما كيقول ما كي ولكن ما كي ما كيقولش ما كيتعاونش معايا، ما بغاش يشدهم في بلاصه في ديك الوقيته. وكذلك بعض الناس من المدينه ديالي حتى هما تواطؤوا ضدهم، المهم اللي كيتواطئ معاهم واحد كيزيد يتواطئ معاهم الاخر، كيزيد يحرضوا عليا غير اللي كنمشي للشومبره الجديده، ولا كيحرضوهم عليا وصيفطوني عندهم. المهم كنتمنى هاد الخروقات تحملوا المسؤوليه اللي داروها،
ولا كان عندهم يدين مع بعض الشرطة ولا مع هادو اللي كانوا دايرين، كانت منهم وزارة العدل والحريات، أو عفوا النيابة العامة، وحتى وزارة العدل والحريات تدخل. وراني كان ناشد وكان راسل والو، بحال اللي ما كاين والو، كان مشي كيحفظوا لي الشكايات، الشكايات كان ديرهم. ومؤخرا مشيت لمحكمة الاستئناف، من سولت على الشكايات ديال رئيس السيد رئيس النيابة العامة، قالوا لي كاع ما وصلوناش، هو ما يقارب السنة أو أكثر من سنة وهما مصيفطين للسيد الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف وجدة، وقال لك كاع ما وصلوناش. مي مشيت للمكتب، وهذاك السيد اللي في هذاك المكتب ديما حتى في المحكمة، مي كان في محكمة الاستئناف قديما، كان مشي مسول عليه شكاية كيقول لي ما كايناش، وكان عطلو الأرقام كيقول لي ما كايناش، واش كيتمسحوا هاد الشكايات واش الله أعلم. وكنت من السيد الوكيل العام بوجده يحل هذا الملف اللي راه وقول المشكله ان حتى شيء، واحد الشكايه للسيد رئيس النيابه العامه، شكايه للسيد رئيس النيابه العامه تحفظت لي، درت شكايه للسيد رئيس النيابه العامه، داروا لي الحفظ، قال لك بانه فات سبق البحث في هذه القضيه في وجده، وتحفظت لي، وانا كنت من راح يخرجها من الحفظ. ودرت له شكايه اخرى بانني كنت تعرض لمحاوله تعذيب، وكان تعرض للتشهير، و كنت من الى ما بغوش يعطوني حقي في المحاكم يعطوني حق الرد الشرعي، نديت انا حقي بيدي. هاد الناس اللي كيعذبوني وكيشوهوني وكيهضروا فيا بالمقاهي وفي المدينه كامله قالبينها عليا وكيحرضوا عليا، وكان نمشي ندير شي اسرع يدي، غادي نمشي نغرق، يصيفطوني انا بمؤبد ولا يصيفطوني يضيعوا لي حياتي، ضيعوني هما، ديجا راهم ضيعوني في حياتي، ضيعوني تضييع الكلي، هما ضيعوني لا في صحتي لا في كل شيء، وزيدوا عاد باغيين يزيدوا يضيعوني في الحباسات. وحنايا وهاد الناس تلقاونا درنا عقلنا عجزة وتسلطوا علينا، لقاونا كنخافوا الله، لقاونا هادو زاو تسرعوا علينا وقالوا لهم راه ضمنوا لهم لانني ما غادي ندير لهم والو ولا ما عرفوش، كيقول لهم كيشجعوهم، واش انا كنمشي نشكي للمحاكم وهما كيزيدوا يعذبوني في هذيك الليله، وكيهضروا في الودنيه معانا، ما كانوش يهضروا معايا فاس فاس، ولكن من كان نعس كيهضروا لي في ودني، بحال مثلا كيعذبوني وهادي وهادي كيشبعوا، كنبقى هذيك الهضره ديالهم كتبقى تدور لي في الصباح من كان فيق، وكيبقاو يهضروا لي بالعاني في ودني، كيهضروا لي بزاف بشي كلمه ولا كنفيق، كنبقى نحس بها كنسمع واش قالوا. وبعد هذيك الكلمات كيقول لك انت كنت تقول المخابرات اللي راه تعذبك، ايوا ها هي المخابرات تعذبك بالصح، ونشوفوا واش غادي يدير، وكيقول لك حنا من طرف المخابرات. وغير هذه انهم الا ما كانوش مخابرات وكانوا يقولوا بانهم مخابرات، راه خص المخابرات تدخل وخص الشرطه تدخل. والمشكله انني واحد حتى في السبيطار كان يجي عندي واحد قال لي انا وكيل مالك بالمحكمه، وعطاني النمره ديالو، والنمره ديالو اللي عطاها لي طافيه ما خداماش، وكان يقول لي غير خرج من السبيطار، المهم كان يقول لي شي حوايج بزاف، وصورته المشكل وصيفطته عطيته للضابط، ما عطى ما ما الضابط هذاك تستر عليه، يعني محاوله درك ولا درك الضابط ولا طرف من القضيه، درك هاد النواب وهاد الناس اللي في المحاكم درك ولاو طرف في القضيه، ماشي انهم غير هما اللي خصهم يعطوني حقي، دروك هما ولاو طرف في القضيه. والسيدي فيه اكثر من 50 تسجيل ديال، فيه الصغيره والكبيره، الفاد الشاده والفاده، فيه معلومات تفيد بان تفوت بالتحقيق قرائن. والمشكله انه ملي مشيت عند الوكيل العام قال لك هذاك السيدي كاع ما كانش في المحضر، وقلت له راني عطيته للبوليس والنائبه ديال الوكيل العام، والمهم بزاف اللي مشيت شكيت لهم، كنقول لهم السيدي روم، كيقول لك راه كاع ما كانش في التحقيق، ما كانش في الملف، والسيده نائبه الوكيل العام كتقول لك راه السيدي ما كانش في الملف. وهاد الناس هادو اللي تستروا بهاد دسوا الادله ودسوا القرائن وخلاو هاد الناس دركو، ولاو يعني ما كان لا مراقبه لا ما كان اللي يحاسبهم، يعني هاد الناس يديروا فيك واش بغاو باسم القانون، وما كان اللي يحاسبهم. وهاني درت رفعت الشوكه ورفعت تظلمات، وهما دروك الشكاية للسيد رئيس النيابة العامة هي تحفظت لي مؤخرا. وهاد التحقيق دروك هاني غادي نولي تال هادوك اللي ما داروا معايا والو، كما كذلك كما في بزاف الحوايج، مشيت شكيت في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما داروا معايا والو، مشيت شكيت للمركزية، مرة كيطمعوني كيقول لك غادي نخدموا على الملف ديالك في المركزية، مرة كيقول لك غادي نديرو غادي نديرو غادي نديرو شي حوايج كيقولوا هما،
وكذلك هنا بعد هذاك اللي مشيت له في اللوف الجمعية المغربية حقوق الإنسان، كانوا يهدون ديرون والقضاء الدولي منا نديهم القضاء، هاد الإدارة اللي يعني في نصرة قال لك نديهم القضاء ونديرو ونديرو، في الأول كيعطوك وعود غادي نديرو الإجراءات، غادي نديرو غادي تخرج في كتاب حقوق الإنسان، راه في شي دولة ما قال لك احنا راك خرجت في كتاب حقوق الإنسان، وملي هما ما كيقول لك هاد الشيء، وفي التالي ملي كتمشي تشوف ما كاين والو، يعني غير هذيك غير هضره هذيك، واش تواطؤ ولا كيكون داير نيشان اجراءات وكيندم عليها ما كيكملهاش. المهم كيسرسروني وانا تعرضت لاقصى انواع تعذيب، واش في القرن ال21 وقع لي هذا الشيء، وانا ونسبح عليه ونمسي عليه انا هذا الشيء، واش بيني وبينهم انا هاد الناس، انا اللي جاو ضيعوني في صحتي وداروا فيا اللي ما يندارش، ودرك المشكل الطبيب هو ما طببني ما داواني، خلاوني هاك مرمي نبرة ولا نزيد نكمل على راسي، ولا يعني هما ما عندهم حتى شي حاجة، تهشيم بعض المناطق، تهشيم عظام وكتبرة وجا، ولا هما ما عندهم حتى شي سوق، السنين ريبوا ليك السنان، المهم هما ما عندهم حتى شي ما عندهم حتى داروا واش بغاو، ودرك هما كيزيدوا يضمنوا السلامة ديالهم في المحاكم، هما كيحفظوا الملفات المهم باسم القانون كيديروا يخليهم يسير دير واش بغيت، وشوهوا وعذبوا وعامين التعذيب، حتى صحتنا طيبوها لنا وضيعوا لي بزاف البلايص في الجسم ديالي، وكان لي واش ضربوني بمقاطع، واش كان هذاك الشيء مبرمج، واش عارفين واش غادي يديروا، باش عارفين واش غادي يديروا، واش حركه، واش كانوا يحرقوني بالميكا، واش كانوا يحميو السفافت وينغزوني بهم، ولا المهم كان شي بلايص وصلوا حتى الكليتين ووصلوا حتى المناطق حساسه، يعني المهم كانوا عارفين واش راهم يديروا، والضرب مواد حاده والعروق خارجين لي، وهادي ومين كنمشي نشكي كيقول لك راه ما عندكش لا بروف. المهم كنتمناو من الناس داخليا وخارجيا، الناس ديال الخير تعاوني في حل هذا الملف، ونتمنى يبان حقي ويتحاكموا هاد الجونات اللي راهم ضامنين السلامة ديالهم، ولا إفلات من العقاب. والمشكل انني ماشي غير جمعية داخلية وخارجية، دوك هاي امنيستي انترناسيونال رفعت لها شكاية، المهم كانوا يقولوا لي راه الطريقة ديال الشكاية ما ماشي مزيانة ولا بحال هكا، ولا المهم انا ما غاديش نمشي نرمي الباطل على شي واحد اللي ما عذبنيش، وغادي نقول لهم هذا السيد اللي عذبني، انا كنعرف اللي عذبني، التحقيق يبين لي اللي عذبني، ولا كان شي واحد كيف ما كان اللون ديالو كان وثبت انه عذبني، تما ما غاديش نتفك معاه ونحاكمه وندير له اللي ما يندار. ولكن باش ما عجبتهمش الطريقه ديال الشكايه ديالي، علاش ما عجبتهمش الطريقه دي؟ وكانوا يقولوا لي امنيستي انترناسيونال، كنهضر معاهم كيزرزروني حتى هما طيله السنوات، في التالي ما داروا معايا والو، قال لك راه الملف مشى لندن وغادي يجاوبوك من تما، في التالي ما داروا معايا ما صونا ولي ما قالوا لي حتى شي حاجه، وما داروا معايا حتى شي حاجه، وانا كنتعرض للتعذيب، وزدت عاد مور ما درت راسلتهم عاد راني كنتعرض للتحريضات والتشويه، وشي مرة حتى كنحس حتى التليفون ديالي كيجلس لي التليفون ديالي، الله أكبر. وبزاف جمعيات حقوقية عديدة اللي راسلتها كيقول لك غادي نعاونو، غادي نديرو، في التالي ما كيديرو حتى شي حاجة. كيفاش هاد الإهانة الحاطة بحقوق الإنسان اللي صرات لي؟ راه تعذيب وكرامة الإنسان راه خط أحمر، راه خص حتى واحد ما يتجرأ يعذب بنادم، ما يتجرأ يعذب شخص ما دار له والو، وبالتالي كانت شي حاجه، كاين القانون وكاين بزاف الطرق باش ما يمكنش تجي تعاقب بنادم، تعاقبه بالتعذيب ديالو ومحاولة قتل، وتعرض لمحاولة قتل، كانوا يضربوني باش يقتلوني نيشان، وكانوا يخدروني ويعطوني مواد سامة، وكانوا باغيين يقتلوني هاد الناس، وغير ما عرف ربي سلكني نجاني. ودروك هنا تخصني الحل ديالها، الحل واش هو الحل لهاد الناس؟ كنتمنى من الناس اللي عندهم يقدروا يعاونوني في هذا الملف هذا، وكنتمنى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كنت قريت البارح بأنهم استمعوا لشي قضاة وهادو، نتمنى يستمعوا حتى لهاد الناس اللي في المحاكم ديال وجدة اللي ما داروا معايا والو، واللي تبت فيه التواطؤ يتعاقب،
ومازال راه عندي النسخ من السيدي، واخا راه هما السيديات اللي كنعطي له السيديات، راه البوليس المحامي قال لي عطيتهم للبوليس، هما ما وصلوش للوكيل العام ما عنده خبر عليهم. البوليس الضابط عطيت له نسخة ديال السيدي، ما هو ما دارهمش في الملف، كيقول لك قال لي نعطيهم للوكيل الملك وما عطاهملوش، ولا الله اعلم راه عطاهم له فهم ما داروا والو. المهم المشكلة ما فهمت انا واش راه واقع، نتمنى الحل يكون في القريب. هاي 6 سنين درك غير باش تعرف كاين فساد، هاي 6 سنين وما ندير والو في حق هادو، والملفات كتحفظ وما وباش وكرهم هاد 6 سنين كون دوزوها في الحبس هاد الناس المعذبين وهاد الخارقين، وكرهني طببت وديوني لشي طبيب يفوت عليا ويداويني، ولا فيا شي فدك ولا شي حاجة من هاد الآثار ديال التعذيب يداويني، يعني كنحس بالفداخ ونحس بزاف الحوايج. إذا كان شي تعذيب، إذا كان شي آثار التعذيب يتحاكموا هاد الناس اللي معذبيني، علاش راهم باغيني تن. وكان شي وحدين وجمعيات عديدة قلت ما داروا معايا والو، ومنظمات كيقول لك غادي نديرو غادي نديرو غادي نديرو، في التالي ما كيديرو، كاين اللي كيقول لك غادي نديرو القضاء الدولي، كاين اللي كيقول لك غادي نديرو هادي هادي، وفي التالي في الجمعيات ما كيديرو والو، كيقول لك عاد ولا ماشي كانوا هما اللي كانوا يحرضوا عليا، يعني يحرضوا عليا شي بلايص باش ما تكونش ما يكون الشكايات يتحفظوا ولا الله اعلم. وكما قلت خصت هذاك الضابط اللي دار لي المحضر يتحمل المسؤولية، عليك السيدي فين دارو، وعلاش ما عطاهش، واش بينه وبينهم هادو واش شد فلوس، واش اجندة، ولا تا هو كان يحرض عليا، ولا علاش ما غادي يتس عليهم ويتستر عليهم، وكان يتعامل معايا مزيان، وكان يعني المهم كان ما فهمتش علاش انا في التاريخ يوليو ضدي هاد الناس هاد. ومهم كان شي حوايج دارهم ماشي مزيانين، وكان شي حوايج اللي دارهم، وكان واش كان شي واحد كيحرضو ولا الله اعلم. انا خص الملف خص التحقيق تفتح تحقيق، ودرت شكايه ضده بانه ما طلقش السي دي، ودرت شكايه ضده بانه تزور المحضر، ودرت في التالي المحكمه ما كتحفظ لي الملفات، كاع ما كتستمع ليش، كاع كتحفظ الملفات. كذلك الملف ديالي في الاستئناف قال لك ردوه الابتدائيه، مشيت تسوت عليه في الابتدائيه ما لقيتوش درك. وكذلك صيفطت في البريد للوكيل العام السابق فيصل الادريسي، صيفطت له الملف ديالي كامل، وصفت له بعض الأدلة والشكايات، او ما حفظتهم للأستاذة. ودرك ما فهمت انا علاش بحال هكا، كيقول لك سير دير اشرع يدك، انا ما عندنا ما غادي نديرو هكا. كاين اللي كيهضروا معايا حتى بالمعاني، كيقول لك برا برا في المحكمة ولا في وسط المحكمة، واش ما فهمت انا، كيقول لك كيبقى يقولوا لي شي هضره كاع بحدها كل مره، واش كيقولوا لي واش هادو كيبغوا يصنعوا الارهاب، ولا هما اللي كيبغوا يصنعوا الارهاب، ولا وكان دير شي حاجه يدير لك اشهاده بعمل ارهابيه، ولا يقول لك ولا يدير لك ارهاب، وكان تمشي كيعذبك شي واحد، ولا يشهر بك، ولا تمشي دير معاه شي حاجه، يدير لك المحكمه الاشهاده بعمل ارهابيه، وراه فيها من 5 سنوات لفوق. هاد الناس اللي حرضوا علينا دراري وبنات واطفال و و و كيحرضوهم، وكان شحال من مره كاع البنات كيحرضوهم، كتشد شي وحده حتى كتبغي تضربها، ولا كتبقى تطلبك، ولا كتقول لك شي واحد كيجي يقول لك هادي راها اختي، ولا المهم المهم غير كيما دير معاهم، يعني هما محرضين، هما باغيين عندهم عندهم باغيين يديروا هذاك الشيء من قلبهم، واخا يعني انت تمشي تقول لهم علاش راكم ديروا هذا الشيء، ولا يقول لك احنا ما درنا والو، هما يديروا الاشارات ويقولوا كلام فاحش. ومهم كيما دير معاهم، وحتى شي وحده الا عجبتني ولا بغيت نهضر معاها، ولا يعني كيما نقولوا بغيت نتزوج بها، ولا كيما نقولوا نشوف راسي واش راني مزيان، ولا هادي ولا هاديك بغي ندير معاها مستقبل، كيما مثلا هي ما تبغيش وتبقى تبين لك بلي انها تمشي مع الدراري، وبلي انها مفلسه، ويعني كيبقى تبقى تمشي مع الدراري، يعني زعما يعني المهم تحريضات، حتى البنات يحرضوا عليك، البنات يحرضوا عليك، الدراري يحرضوا عليك، ائمه مساجد شحال ما امام ديال المسجد في شي حوايج كيبقى يوقف معاهم شي هضره، ومثلا كيقول لك شي كلام ساقط، وكنقولوا راه راني نحترم الناس مع عائلاتهم. كان شي 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 ناس في المساجد كيقولوا لي، في المسجد كيقولوا لي شي كلام، ويعني المهم هاد الناس عندهم يد فين ما تمشي. وكاين في وسط الجامع كيقول لك مثلا، كيقول لك شي كلام مهم لا علاقه، المهم كيقول لك كيبينوك بانك تعرضت لشي تعذيب في شكل، وكيبينوك بانه يعني لا علاقه، ولكن كاين ولاد الناس فين ما كتمشي، كاين ولاد الناس ما نقطعوش الرحمه، ولكن هما الا قلت هذا الشيء راه غادي تنفر الناس من المساجد، وتنفرهم من بزاف البلايص،
وشي مرات كنت نقرا القران كنسمع شي كلام فاحش، كنسمع شي كلام فاحش، وكنسمع وكان اللي كيبقى يزيدو يكملوا معاهم في الخطط ديالهم داخل المساجد، وحسبي الله ونعم الوكيل. كان اللي خلص فيهم الله، كان اللي مازال راه يخلص، وكان اللي نتمنى ربي يخلصوا على حساب نيته. كان واش راه غيرهم يعطوهم شي نية السوء، ولا ما فهمت انايا واش راهم يحرضوهم بطرق غير مباشرة. هاد الارهاب اللي تمارس عليا اغلبيه ما هضروش عليه، بحال الا ما وقع والو واش غادي نطيح عليهم الباطل؟ راه واخا نكون حمق ما نديرهاش. بزاف اللي سمعوا تصريحاتي رغم التضييق تجمعتو، اغلبيه غير مجرمين. شكون غادي يتابعكم؟ المدير المتواطئ او الموظفين؟ من المفروض يتحاكموا ويمشيوا للسجن. شاب في عز شبابه يعتادوا عليه ظلما، واش كاين اجرام اكتر من هاد الشي؟ انا عمري شت هاد الشي. اغلب الموظفين اعتدوا علي او تواطؤوا، والجونات ما زالوا كيكذبوا ويقولوا مستطيفين فين هي. كما قلت كيقولوا هاد الشي كاع ما كانش، كاع هاد الشي اللي صرا له كاع ما كانش، يعني هادشي راه غير مجرد نسج خيال ديالو. وكانوا باغيين يمشيو يصيفطوني للطبيب يعطيني شي ابره، وكانوا يبغيو يديروا لي في الاطباء، يبغيو يديروا لي الاباري، يبغيو يدقوني بالاباري. كانوا يبغيو يدقوا لي الاباري في وسط الاطب، في وسط السبيطار. كنقول لهم عطوني شي، عطوني تحليله باش نشوف دمي واش فيه ولا. هما كيجيو يديروا، يبغيو يدقوا لي الاباري. كانوا الموظفين يصيفطوني لأطباء أمراض العقلية ويبغوا يديروا لي ملف ديال أمراض عقلية، وباش يدقوا لي باري ويعطوني أدواء، الدواء اللي أنا ما محتاجلوش. كيف ما كذبوا عليا هاد الادعاءات الكاذبة، ملي دافعت عن شرفي وعن رجولاتي خدروني وعذبوني وضرب، ما بغاوش يديوني للطبيب. ومين وجرح أس ومن سريت التقيت تآمر أغلب أطباء المدينة وما داونيش، ومن جيت للإنعاش ما خلونيش نرتاح، وطرد ورجعوني للداخلية، وطرد من طرف حراس، وأنا كمن ادعى أنه وكيل الملك ومن ادعى أنه مخابرات. كنت كنمشي كنطيح كوما، كان اللي كيقول لك أنا وكيل الملك، كان اللي كيقول لك أنا مخابرات، خرج من هنا من السبيطار، ما تريد تباتش هنايا. الحمد لله. وكما قلت تامي كنت ندافع على رجولتي وندافع باش ما يطيحونيش. كانوا يعذبوني، كانوا يطيحوني بالمواد المخدرة، الموظفين المتواطئين معهم كانوا يطيحوني ليهم، وهما يعذبوني ويتمنكروا فيا هذوك الجونات، هذوك المجرمين. الأغلبية الساحقة عطاو هدية للمفسدين والخوانة باش يتمادوا في الطغيان ديالهم والجبروت ديالهم. كيف غادي نديروا في الإصلاح والعناد؟ اكتشفنا العديد من الخبايا في هذا الملف. هذا الشيء هو اللي كيشكلنا عقبة في الصمود وعقبة في الانتصار، وهذا اللي خلى الفساد يطغى علينا أكثر، وهو يظلم أكثر ويعاجب الحال. شكون ويزيد السبب؟ شكون فتح له الباب ويزيدوا يتمادوا في الفساد ديالهم؟ والظلم المتدرب كيتماس في حقه بعذاب التعذيب ديالهم واعتداءات ومحاولات قتل. زيادة على التكلم بالمعاني و... زيادة على التكلم بالمعاني زيادة على التكلم بالمعاني والإشارات، كل الأخبار تصلهم للاضطهاد الذي تعرضت له، لكن لم تتدخل اللجنة. وكذلك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان راسلتها حتى هي في 2015، وحتى هي ما دارت معايا والو. وزاد التعذيب ديالي، زاد التعذيب ديالي كتر، وتعذبت اكتر في الداخلية.
وبالعكس عاد ملي مشيت للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، المركز الوطني لحقوق الإنسان، كنتلاقى ناس بحال مثلا السيكيريتي ولا كيدير إشارات شهادة وكذا، ومن اللي كان مشي ما كيديروا معايا والو. وزاد تما تعذيبي في الداخلية، في مثل هذه الأيام المباركة وقبل رمضان كنت أعدب بإحسان، وشهر تعذيب اعتداءات جبانة ما يقارب السنة، اعتداءات جسدية في داخلية الدولة وعلى يد موظفين يمثلون الدولة قمة الندالة، وطلبة ومتدربين في نفس الداخلية، ومن أناس خارج أسوار الداخلية كما جاء على قولهم بالمعاني، ويجب محاكمة كل من ثبت تواطؤه في الملف، وكذلك يجب محاسبة من ثبت تقصيره في الملف، وجرجروا في المحاكم والمستشفيات، وكأنهم ينتظرون تعليمات مع احتراماتي، وكأنهم للناس الشريفة، ولحد الآن ولا توجد نتيجة، ويجب على منظمة التدخل لحفظ كرامة المواطن، مع العلم أن هناك من خذلني وما آل الملف كل الحقائق، وسيظهر الشريف وسيظهر العكس، مع العلم أن هناك من جمعيات وهيئات من تعطينا مال الانتظار، لكن في الأخير تصدمنا بعدم التحرك واللي وقف مع الحق الله يجازيه. وكان طالب من الملك نصره الله الحكومة معالجة في الملف، ونشكر كل من رآه معايا على الخط في الملف والخزي العناصر الفاسدة من كل جهة. هذه تدوينة كنت كتبتها في 2018. المهم تعرضت لتعذيب خطير، وكان نحكي لكم كل شيء واش صرا وبالتدقيق، وهذه لحقاش عاد كان شي حوايج انا وما عارفهمش بحكم انهم كانوا يخدروني تخدير كلي، راه هذا الشيء يستمئز منه القلب، وهذا الشيء خطير بزاف، وهذا الشيء ما يوقعش في دولة الحق والقانون. وبزاف اللي شاركوا في هذا التعذيب ديالي، وكان اللي تشارك غير بالسكوت، وكنتمنى الحق ديالي يبان، وكنتمنى من السيد رئيس النيابة العامة نعاود نقولها، نتمنى يتحك يت 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 يتبحث في هذا الملف ديالي، ويتبحث راه كان خروقات. وقلت للسيد الوكيل العام للملك من دخلت عنده آخر مرة، الوكيل العام للملك قلت له راه مالنا السيد عطاتو للبوليس، وهادي خصي تفتح تحقيق مع البوليس اللي عطات لهم السيدي، واش تستروا عليه، وشكون اللي زور لي الملفات، وشكون اللي راه يعطي يتعاون يد مع الجونات باش يتشهروا بيا، وباش يحرضوا عليا ناس ويبقاو حاضيني، واش نشوف شي في الناس ولا ما نشوفش، وحاضيني وكان تارة غير يكذبوا واخا ما نشوف ولا ما نشوفش، هما كيديروا هذاك الشيء اللي باغيين يديروه، يعني غير باغيين يديروا هذيك اللي باغيين يديروا هذيك الطانقة، بس زعما بأنه انت اللي راك. مهم كنتمناو الحق ديالي يبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بلا ما نطول في هذا اللايف، وكنتمنى المهم كان عندنا خطوات مقبلة، كنتمنى كل حاجة تجيب وقتها، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.